عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم جميعا. في فيديو اليوم حنحضر كمان وصفة كتير سهلة وسريعة من وصفات رمضان. اليوم حنحضر كيكة الشوكولاتة، ولكن هذه المرة بمكونات جديدة عليكم. حنعمل هذه الكيكة بدون طحين وبدون زيت وبدون بيض وحتى بدون فانيليا. حابين تعرفوا الكيكة العجيبة هذه كيف رح تطلع معنا؟ تابعوا مع الفيديو للنهاية وشوفوا النتيجة بعينيكم. علشان نحضر مع بعض الكيكة اللي أنا حكيت لكم عنها، حنحتاج لثلاث مكونات بس. حنحتاج هنا عنا أي نوع بسكوت أنتوا موجود عندكم أو بتفضلوه أو فيكم تشتروه من السوبر ماركت. كمان حنحتاج هنا تقريبا كوبايتين من الحليب، وحنحتاج معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هذه بس هي المكونات اللي حنعمل منها الكيكة. كيف رح تطلع معنا؟ تابعوا مع الفيديو للنهاية. اول خطوة معانا علشان نحضر الكيكة العجيبة هاي تاعتنا، انه لازم احنا نفرم هذا البسكوت لقطع كتير ناعمة، سواء بالخلاط او باستخدام الميكسر، او اذا ما عندكو هاي الادوات فيكو انكو تستخدموها عن طريق وضعها بكيس من بلاستيك وتطحنوها كتير ناعم. خلوني انا هو الاشي احط هذه القطع بالميكسر علشان نفرمها ناعم. طبعا انا رح اعمله على مرتين، خلوني هلقيت انا اطحن هذا البسكوت وارجع لكم. بهيك انا طحنته كتير ناعم، حرجع احط الكمية الثانية. تقريبا انا هنا طلعت عندي كمية البسكوت حوالي 3 كاسات او 3 كاسات ونص كبار. بالنسبة لكمية الحليب اللي حنصير نضيفها، حنضيفها بالتدريج لغاية ما يزبط معنا قوام الكيكة ويكون مثل الكيكة العادية. يعني انا تقريبا هنا عندي كاستين كبار من الحليب، مش حضيفهم كلهم، حصير اضيفهم بالتدريج لغاية ما يزبط معايا قوام الكيكة. اما البيكنج باودر ححط المعلقة الكبيرة تبعته هذه في اخر ما يزبط معايا القوام علشان ما يروح مفعول البيكنج باودر مع التقليب. خلوني هلقيت ابتدي ادير الحليب بالتدريج، وكل كمية بتزبط معنا او كل كمية حليب رح تزبط برضو بتختلف حسب نوع البسكوت، يعني من بسكوت لبسكوت حسب البسكوت اللي انتو حتستخدموه رح تختلف معكم كمية الحليب. يمكن نحتاج اكثر يمكن نحتاج اقل، بس المهم انه احنا نضيفها بالتدريج لغاية ما يزبط معنا القوام. احتاجت اكثر من كمية الحليب الموجودة عندي لانه البسكوت اللي عندي قوامه بيختلف عن البسكوتات الثانية. طبعا انتم مثل ما قلت لكم بتحددوا قوام او كمية الحليب اللي لازماكم حسب قوام الكيكة لغاية ما يزبط عندكم. تقريبا يعني انا مش هحتاج اكثر، يمكن هاي الكمية احتاجت عليها حوالي كوبايتين ونص حليب. طبعا فيكم انتم تستخدموا اي نوع بسكوت انتم بتفضلوا طعمه، لانه الكيكه طعمها راح يعتمد على نوع البسكوت اللي انتم راح تستخدموه. علشان هيك بفضل انكم تستخدموا من البسكوتات اللي طعمها كتير حلو بتفضلوه، علشان هذا الطعم اللي راح يطلع معاكم في قلب الكيكه. هلقيت صار عندي انا قوام البسكوت او الكيكه تبعتي جاهز، هلقيت حضيف البيكنج باودر معلقه كبيره منه، وبعد هيك راح اديرها في صينيه اللي حخبز فيها الكيكه. استخدم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، تقريبا انا حاطة المعلقة كلها هنا. هلقيت صار خليط الكيكة تبعتي هذا جاهز، حديره هلقيتها في القالب قدامكم وبعدها احطه على الفرن. هذا هو القالب اللي راح احط فيه انا الكيكه تبعتي، دهنته بشويه من السمنه والطحين علشان ما تلتصق معايا، وحخبزها تقريبا لمده 25 دقيقه بس. ننتبه كتير لهذه الكيكه انه ما ننساها في الفرن علشان ما تنشف معنا. خلوني هلقيت ادير الخليط تبعي. هلقيت هذه الكيكة تبعتي، راح أخذها وأوديها على الفرن. تعالوا معاي، خلونا نحطها في الفرن. لحظة أفتح باب الفرن
لمدة مثل ما قلت لكم 25 دقيقة، وما ننساها في الفرن نهائيا علشان ما تنشف معانا، طبعا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أنا هنا على النار كنت محضرة للكيكة تبعتي عشان أزينها شوية من الشوكولاتة. هذا الخليط إذا أنتوا بدكم تعملوه فيكم تختاروا أي نوع شوكولاتة خام أنتوا بتحبوها، وشوية زبدة وتسيحوها على النار بالطريقة هذه علشان تزينوا فيها الكيكة، أو ممكن أنكم تزينوا كمان الكيكة بالفراولة أو المربى أو أي صوص أنتوا بتحبوه. أنا علشان الأولاد عندي بفضلوا الشوكولاتة حضرت لهم صوص الشوكولاتة علشان أزين فيه الكيكة لما تجهز. خلوني على بال ما تستوي الكيكة تبعتنا أحكي معكم شوية بالنسبة للحصص الغذائية. لما بعمل أنا شغلات حلويات مثل هذه تكون سعراتها الحرارية عالية، بالنسبة للأشخاص اللي حابين ينزلوا أوزانهم دايما الشغلات والحلويات اللي زي هيك والشغلات المقطرة دايما إحنا نعمل لها يوم مخصص في الأسبوع وتكون وجبة مفتوحة، يعني في هذه الوجبة إحنا نكون عارفين إنه حناكل قطعة من الحلويات والقطعة هذه ما تتخطى ربع كف الإيد علشان ما يصير عندنا زيادة في السعرات الحرارية ويتخربط معنا الوزن أو تتخربط معنا عملية نزول الوزن خلال نظامنا الغذائي. علشان هيك دايما أنا في الحاجات اللي زي هيك والحلويات ما بحكي إنه ممنوع تاكلوا منها أو محرمة عليكم، بالعكس في عالم التغذية مثل ما دايما بحكي لكم وبشرح لكم إنه ما في حاجة اسمها ممنوع، ولكن إنه إحنا دايما نلعب في الكمية المناسبة إلنا حسب سعراتنا وحسب إنجازنا في إنزال الوزن. يعني دايما نخلي الشغلات هذه إلها يوم واحد في الأسبوع وتعتبر وجبة واحدة مفتوحة، مش نفتح اليوم على الآخر، لأنه لو أكلنا طول اليوم حاجات زي هيك وخبصنا أكيد تعب الأسبوع كله راح يضيع. فعشان هيك إحنا بنحدد وقت معين ويفضل يكون قبل المغرب ناكل فيه هذه الوجبة اللي بنحبها، سواء كانت قطعة من الحلويات مثل ما أنا حكيت لكم أو بتكون تاكلة وجبة من الوجبات الغذائية سواء كانت وجبة سريعة أو حاجات فيها رز ومعكرونات مثل هيك. علشان هيك لازم أنتوا تنتبهوا كتير كتير منيح، خاصة الأشخاص اللي وزنهم كتير زايد وبحاولوا ينجزوا بأسرع وقت، وكمان الأشخاص اللي قربوا على الوزن المثالي برضو بتكون عملية نزولهم في الوزن كتير دقيقة وصعبة، لأنها بتكون عندهم كمية الدهون كتير قليلة وبحاولوا إنهم يتخلصوا من هذه الدهون. وفي هذه المرحلة بتكون دايما الدهون بنسميها بالدهون العنيدة اللي محتاجة شغل كتير كبير علشان نقدر ننزلها، لأنه أحيانا بنكون طول الأسبوع تعبانين وبنلاقي وزننا على الميزان مثل ما هو، ولكن اكيد حنلاقي انه في فرق في القياسات. علشان هيك دائما الاشخاص اللي عندهم زياده كثير في الوزن والاشخاص اللي قربوا على الوزن المثالي يكونوا دقيقين جدا في سعراتهم الحراريه ووجباتهم اللي بياكلوها خلال اليوم. هل انت على ما اعتقد بدات ريحه الكيكه تطلع وبدي اروح اشوفها، تعالوا معي نشوف شو وضعها لحتى الان. على ما اعتقد انها بدات تستوي وبدات ريحتها تطلع، بدي احاول اشوف اذا كيف قوامها معايا. تقريبا انا مش مشعله الاناره، خلونا نشوف هلا. تقريبا ما شاء الله هيها بدات تنفش معايا، يعني تقريبا محتاجه دقيقتين بالكثير وراح اطلعها. شايفين معي ما شاء الله الكيكه بعد ما قلبتها عن جد ما اخذتش معنا وقت ولا مجهود ولا مكونات، انك تحتاري راح تزبط معك ولا لا. وخليني اورجيكم كمان كيف قوامها طري وهشة من جوا وراح تعجبكم وتعجب كل الاولاد. خلوني هلقيت انا ازينها بصوص الشوكولاتة اللي حكيت لكم عنه واقطعها قدامكم وتشوفوا نتيجتها من جوا.
نهاية الفيديو بتمنى تكون وصفة الكيكة العجيبة اللي عملت لكم إياها بمكونات سهلة وبسيطة تنال إعجابكم، وبتمنى عن جد إنكم تجربوها لأنها طلعت كتير زاكية وطعمها لا يقاوم وما أخذت معنا وقت. وهلقيت صار وقت أحكي لكم، إذا أنتم جداد بالقناة ولسه مش مشتركين عنا بتمنى منكم تشتركوا عنا وتنضموا لعائلتنا الصغيرة حتى نكبر فيكم. وما تنسوا إذا أنتم مشتركين من قبل تحطوا لهذا الفيديو لايك وتدعمونا، واستنوني بوصفات كتير سهلة وسريعة في رمضان راح أقدمها لكم على قناتنا. هلأ صار وقت أحكي لكم، في أمان الله. وهذا كان شكلها تاني يوم، كانت كتير طيبة خاصة انها قضت وقت كتير منيح بالتلاجة. عليكم بالعافية ورمضان كريم.